عليكم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. صراحة كلية الشريعة تعيش أجواء امتحانات صراحة في واحد الأجواء اللي مفقودة من كليات أخرى اللي كتعيش مقاطعات امتحانات وما إلى ذلك. ناهيك عن فضاء كلية الشريعة عندما يدخله طالب كلية الشريعة، هو صراحة من ناحية البستانة ومن ناحية المرافق الصحية التي تشهد صراحة طفرة نوعية مقارنة مع عمادة سابقة أو مع هيكل إداري سابق أو مع السلك البيداغوجي. صراحة هذا السلك البيداغوجي وهذا الأساتذة الحاليين الذين يقومون على مهام كلية الشريعة صراحة تحسب لهم نقطة أن كلية الشريعة انطلقت من مرحلة الصفر والآن أصبحت ترفرف في واحد الطفرة نوعية واحد المسائل اللي تفقد منها كليات أخرى. زائد هذاك مثل مسجد كلية الشريعة تحتوي على مسجد وتحتوي على هذاك مدرجات وقاعات وفضاءات لا يمكن أن تجدها في كليات أخرى.